لا الحياة ده يوم سعيد على مصر، لأن شعب مصر وستات مصر بالذات بيثبتوا إن احنا بنضع أسس دولة حديثة وديمقراطية ومستقبل باهر بإذن الله. المواد عظيمة جدا، ما كانش موجودة قبل كده في أي دساتير سابقة، مش بس للمرأة لكن لفئات مختلفة. عمرنا ما تكلمنا عن العدالة الاجتماعية بالسكان الريف والعشوائيات وسينا وحلايب وشلاتين، حماية نهر النيل، حماية قناة السويس، كل المناطق دي ما كانتش موجودة قبل كده. 45 مادة جديدة، من البيئة للمحميات الطبيعية لنهر النيل وهكذا، حتى النباتات الأصيلة بتاعت مصر عشان محدش يستولي عليها والشركات الكبيرة تاخدهاش مننا. فالحقيقة مجموعة حقوق وحريات عظيمة جدا.